يعني مشروع بحثي مهتم بقطاع معين ولكن تأثيره بشكل جدا كبير على القطاع السياحي. ولله الحمد في كثير من الدراسات التي أجريت في الجامعة أيضا كان لها تأثير مباشر. يعني كوننا إحنا الآن في صلالة، أتذكر أحد المشاريع البحثية كان مهتمة بمنطقة الحافة، ونتائج هذه الدراسة كان لها تأثير كبير في تحويل مسار المشروع. تذكر هذا المشروع كان مع شركة أساس، وأيضا يعني كان في تصور معين، ولكن بعد تم تطويره بناء على البحث العلمي.